سجلت رقم السيارة؟ 43 سامسونج ترابزون. هاتاي 57. سجلت أخي مراد؟ خير إن شاء الله، شوفي بالشاحنة. أخي ذو الفقار، المنظمة عم تحاول تطلع شغلة كتير مهمة لإلي برات البلد. طيب تعرف هنن بأي جهة؟ صار لهم ساعتين طالعين من اسطنبول، بس ما بعرف بأي جهة راحوا. ماشي أخي مراد، أنت لا تشغل بالك. هلا رح أتصل بالشباب باللاسلكي. كل شوفيرية الشاحنات بتركيا رح يصيروا تحت خدمتك. عبد الحي، احكي مع الطيار، خلي يجهز الهليكوبتر. أول ما رح يصلنا خبر رح نروح لعنده دغري. معلم هدول بس يشوفوا حالهم مزنوقين دغري رح يقتلوا لك كارا. طيب شو بدنا نعمل؟ إذا وصل على قنديلي رح يخلوه يتمنى الموت. زينال، خبر الكل باللاسلكي يلا. ترابزون هاتاي 57. أخونا سائق الشاحنة بوضع صعب. الرجاء كل واحد يشوفه يخبرنا على اللاسلكي. بدنا تعاون كل شوفيرية شاحنة. يا زلمة شو هالأيام هي؟ كل شي بينسرق، بس ما فهمت كيف عم يسرقوا شاحنة. بالشاحنة الثانية ما قدروا يخلصوا على مراد؟ للأسف لا سيدي، مراد على مدار قتل كل رفقاتنا. المهم خلينا مراد على مدار يلتهي فيهم، والشاحنة اللي فيها كارا نفذت منهم. إذا مراد على مدار بده ياخد كارا صار لازم يجي على قنديلي. الو، لا تخافوا كل شيء تمام، طريقكم نظيف. عفوا سيدي، زعوا لكل الشوفيرية معلومات عن نمرة الشاحنة تبعنا. ذو الفقار خلى كل شوفيرية الشاحنات على الطريق يلاحقونا. طلعوا من على الطريق الرئيسي وبدلوا لوحة الشاحنة بمكان فاضي. عفوا سيدي، إذا بتسمح لنا رح نتخبى بمكان هادي وبس الوضع يهدى شوي منكمل. عمل اللي يعمل لك عليه، ما لازم نضيع الوقت تبعنا أبدا. عم يدوروا عليكم بمواقع تانية. غير لوحات السيارة وخبرني. شو هاد؟ أخي العروس شو رح تركب؟ هاي سيارة العروس. ميماتي أنت قلت لي 31، بس ما توقعتك جدي هالقد. يعني رح نطلع من السجن ونروح على العرس؟ لا روحي، بالأول رح تروحي على البيت ورح تلبسي توب العرس، وبعدين رح تروحي على الكوافير، وبعدين رح نجيب بابا عمر وماما نازك والبقية ونجي، وكلنا سوا رح ناخدك من البيت منعمل دورة بالسيارة ومنروح منشان ننبسط بحفلة العرس. ما في داعي لكل هالشي، بكفينا نروح على البيت. مستحيل اقبل بهالشي، الكلام بيطلع من التم مرة واحدة، وقلت انه رح نعمل اكبر عرس شافوه الناس بحياتهم. ميماتي بالاول خلينا نمر على ليلى، بدي اتشكرها. ليلى رح تجي على العرس وهنيك بتتشكريها، هلا بيكون عندها شغل. يلا حضرة المدعية ما تشغلي بالك، جهزنا فريق خصوصي ليلاقي الطفل. كل زملائنا هلا بالقسم عم يشتغلوا على هذا الموضوع. الطفل مريض كتير، كل دقيقة بتمر مهمة كتير بالنسبة لصحته. فتشتوا بكل البيوت تبع انجي تترقغلو؟ فتشنا استاذة، ما في أي خبر لا عن انجي ولا عن الطفل. ح-
حضرة المدير، إنجي تترقغلو مرة غنية كتير، يمكن عندها طيارة خاصة أو شيخت. لازم نمنعها تطلع بالولد برات البلد. حضرة القاضية، عم نراقب كل وسائل النقل اللي ملكيتها لعيلة تترقغلو. إذا حبت تستخدم واحدة من هالوسائل رح نمسكها فوراً، لا تشغلي بالك. حضرة المدير، الطفل عم ياخد دواء خاص، وهذا الدواء ما بيلتقى وين من كان. إذا بتدوروا بالصيدليات وبتدوروا بمخازن الأدوية يمكن نوصل لطرف خيط. تفضل، هذا هو الدواء. رح خلي الشباب يدوروا على الصيدليات، إذا اشتريت الدواء رح يصير سهل علينا نلاقيها. شكرا لأنك استضفتيني عندك، تقلت عليكي. معقول هالحكي يا ست إنجي؟ ولو كل شي بنملكه هون بفضلكم، بس هالطفل مبين عليه مريض، خلينا نطلب له دكتور. كله بسبب مراد، بعد عني ابني وخلاه يمرض، بس أنا رح دبرها لا تخافي. لا تبكي حبيبي، يا شار آغا رح أطلب منك آخر معروف، أنا بحاجة دكتور ما بيحكي. روح من هنيك بعدين لف على اليمين. زينان، اللي شو كان رقم لوحة الشاحنة تبعها؟ ماشي يا ذو الفقار، شكرا لك. شو لأول معلم؟ شايفين أبو أرسال عم يفوت بالطريق الفرعي، خبروه منشان يسكروا الطريق. معلم بس ما يكون طعم، اللي بده يروح على قنديل شو اللي رح ياخده لهنيك؟ عبد الحي، هدول عم يحاولوا يطلعوا له برات البلد، وبعدين كل شي رح يسهل بالنسبة لإله، بدهم يطلعوا من تركيا. الحمد لله على السلامة يا اختي. ان شاء الله بتنذكر وما بقى تنعاد اختي. تسلم ريس. امين. يعني الا بدكم تجبروني رد عيد الحكي اللي حكيته 100 مرة. اي اولاد بلدي جايين يباركوا لنا، شو نساوي، نرجعون يعني؟ طبعا لازم ترجعون. يلا يلا روحوا زبطوا شعراتكم، ما عاد عنا وقت. ميماتي بدك تجنني؟ لسه ما بنعرف إذا مراد رح يجي. خلينا نعمل العرس، وإذا ما لحق بنرجع منعيده. ماما أنا رح جهز حالي. ميماتي، في حدا بيعمل عرسه فجأة؟ نص الناس ما عندهم علم. قوليلي مين ما معه خبر وأنا بعزمه. شفت القائمة يلي بعتها؟
وما لقيت متى. ليش؟ شو خلفناه ونسيناه لمتى؟ الزلمة ما نو مقصر معنا. هذا عرس مو عشا خيري ولا حفلة مولد. ليش هذا مو عرسنا كمان؟ ولا بس عرسك انت؟ نهاد بس تتزوج انت تعزم الناس اللي بدك ياهن على عرسك. انا جاهزة مامو. شو ما بدنا نروح؟ اكيد رح نروح. مبلغ 50 مليون دولار قليل بالنسبة لميماتي. إذا سمع ميماتي بالرقم رح يقوصك ويقلك هذا هو سعري. في شيء اسمه مبارزة يا معلم جمال. أنتم متعودين على المبارزة السياسية ونسيتوا المبارزة التجارية. اللي كان على رقم حقيقي منشان يكون قد المبارزة. هلأ مراد وميماتي هنن أعدائك أكثر مني، يعني لازم تعمل هالشي بدون مقابل، ومع هيك رح أدفع. اليوم هنن أعدائي بس يمكن بكرة يكونوا الناس اللي رح شاركن. إذا كنت حابب تأخذ بتار قتل ابنك لازم تكون كريم كتير يا يشار أغا. و50 مليون تانية هدول لحسابك مو للمنظمة. بتقلن إنك قبضت 50 مليون وما حدا بالآخر رح يعرف. يشار أغا هلأ صار فينا نقعد معك على البازار. سيدي وصلنا خبر مسكرين الحدود. خير شو صاير؟ في شي مهم؟ ما في شي مهم، خلينا بشغلنا. هذا تار ابنك الوحيد، بيستاهل انك تدفع أكثر. اللي من الآخر قديش بدك؟ أنت أعطيني شي رقم وأنا موافق، رقم تبين فيه مكانتك كآغا. شو رأيك اترك شعري هيك عادي وما ارفعه؟ برأيي إذا بترفعي أحلى بكتير، العروس بيلبق لها اللف. شو هو لون الفستان؟ لهلأ ما قررنا شو بدنا نلبسها. ما قررتوا حتى الموديل؟ بصراحة نحن استعجلنا شوي مشان توب عرسي، بس كيف بدي قلك بيشبه هذا الموديل كتير. حلو كتير. أساس بنص ساعة رح تخلصوا؟ سيد ميماتي العروس بتاخد معنا وقت زيادة. ميماتي مانك شايفون؟ ما وقفوا شغل. ممكن تجي معي لحظة؟ تفضل. اعتبر هالحكي تنبيه، خلال 10 دقايق رح تجهز لها شعرها وتخلص، ولا بجهز لك شعرك ووشك. ماشي معلم. شبك واقف، امشي امشي. لازم نستعجل. ليش؟ السيد ميماتي عصب شوي، إذا استعجلنا بيكون أحسن. ايه أخي شو صار؟ عم ندور ميماتي. حاجة دوره بيكفي، في عنا عرس. بس نلاقيه من خبرك ومنحكي. عبد الحي شغلي عقلك شوي. عقلك وقلبك ورجليك وشو ما عندك شغله. بتحب اني شغل لساني كمان؟ بالاول لازم تقطع لسانك وشوف كيف رح تلاقي كارا دغري. خلاص بقى.
كملي عني الله يخليك. أمرك أخي. طول بالشغل. معلم والله حيرتني. بدك استعجل بالشغل ولا طول؟ ما عجبني الموديل اللي عملته، يلا غيره. لسه ما شفت الموديل. بقى كيف ما عجبك؟ ما عجبني يعني ما عجبني. بتفتح لي مخك. يلا امشي. ماشي معلم. والله احترت شو بدي ساوي. شو عم بيصير؟ رح نعيد من الأول. مسكي هدول. غيرت لوحة الشحن. ماشي. ألو سيدي، غيرنا اللوحات، نكمل الطريق تبعنا؟ لا، تركوا الشاحنة، خدوا الزلمة معكم وبعدوا عن المكان. سيدي خلينا نقوصه ونخلاص. شو عم تقوص حمار بتضيع ولا؟ تعمل شو عم لك؟ جيبوا كارا شباب. طلعوني من هون، صار لي معلق طول الوقت، صدري رح ينفجر من قلة الهواء. وانا حصرت بدي روح على التواليت. شو مفكر حالك بباصفات؟ بدك اعملها بثيابك. ماتي، فكر إذا كثرت اتصالات رح نلاقي كارا بشكل أسرع. معلم، بأهم يوم مالكن جنبي رح موت من التوتر. لا تتوتر بماتي، خليك متفائل. قديش رح تطولوا معلم؟ أنا رايح لعند بابا عمر وسلوى عند الكوافير، بس تخلص رح أخذها. إذا عند الكوافير فخليك مرتاح، لأنه لبين ما يخلصوا شغله بيكون صار لنا زمان عندكم. معلم الشاحنة تحت. كابتن شوف لي من عندك، وين تقدر تنزلني؟ عجلوا شوي، خلونا نفوت بالغابة نضيعه. اتركوني، ما عم بقدر اتنفس، اوصوني هون. حطوه بالصندوق. جاهزين معلم. سكروا عليه الصندوق منيح. عم تشوفه؟ اطلع من هذا الطريق. حاضر سيدي. كابتن بسرعة، حاول تنزلني بأقرب مكان.
قديش مر الوقت بسرعة يا معلم، كأنك مبارح متت. هلأ رح تقلي لو أني متت مبارح لكانت سلوى صغيرة. معك حق، الوقت عم يمضى والبنت الصغيرة كبرت. بس اجيت لهون لخبرك خبر حلو، بنتك بإيدين أمينة. بوعدك بشرفي إني ما رح زعلها لآخر نفس بعمري. رح تقلي وعدني إنك ما رح تموت. بوعدك معلم ما رح موت. آه يا معلم، لازم ناخد الطفل على المستشفى فورا. ما فيني، طالعين برات البلد، هونيك بدي عالجه من المرض. طيب وليش ما عالجتيه لهلا؟ دكتور ما خبرك يا شارقة شو هي مشكلتي؟ ابني في مين بده يخطفه مني؟ ما فيني اثق بحدا. شوفي يا مدام، في احتمال كبير انك تخسري ابنك. اعطينا دواء ندبر في حالنا هاليوم، بكره ابني رح يكون بخير ورح يكون باحسن المشافي. لازم تجيبي هالدواء، وانا كتبت لك هون كيف تستعملي. هاي سلوى؟ ليلى البنت اتصلت كتير، ردي عليها. رح اتصل فيها بعدين. حبيبتي أنا مشغولة، بعدين بدق لك. راح وقت الدواء تبعه من زمان. خلص طولي بالك، راح نلاقي ابنك بالسلامة. تأخر الوقت كتير. رح نلاقيه، خلص روقي. ضاحوا بالطريق الغابي. عبد الحي وقفوا لهاد. وقف 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 يا عم، تفضل هي السيارة. شوفي يلا مين انتو. يلا الله يخليك، لا تضيع عنا وقتنا، يلا بسرعة لو سمحت. يلا قلي شو عم بيصير. خود اشتري بهدول سيارة جديدة، وإذا بدك خود الطيارة. شو خزيت العين يا عيني يا عيني. ما شاء الله ما شاء الله. عروس شو ما شاء الله. شو كيف شايفتيني ستي؟ طالعة بتطيري العقلي يا حبيبة قلبي انتي. ما شاء الله حبيبة قلبي وروحي. حسن برجع بعيد، ما بدي حدا يضحك عليك وتقوس بالعرس. ليش شفتني شي مرة عم قوس على الفاضي؟ ايه مزبوط، انا اللي كنت عم قوس طول الوقت بعرس احسان. هذا انت يا حسن اللي قوصت؟ لا ست نازك، حكمت هو عم يفتري علي. اجا بابا اجا بابا. على مهلك بنتي، على مهلك لا توقعي.
بتعرفي أبوكي وعمايله ما هيك؟ طلع لي روحي رح يجنني. آخ آه. وقفي لشوف. استني استني. هيك منيح، هلا اكيد رح يجي ركض. شو رح تعمل؟ اخذت لك صوره وبعثت له اياها، رح نشوف اذا رح يجي ولا ما رح يجي بسرعه. تعال اشوف. هوب. ميماتي انت هيك دمرتني. شو كاتب معلم؟ جايب لي واسطة كبيرة يا عبد الحي. دوس بنزين دوس. أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا ماما نازك. أبا تعي تعي. يلي خلاني ضل عايش لهلا هو هي الحلوة. شو قال لك بابا؟ قال رح يجي فورا بعد ما شاف صورتك. شو فكرني بنت صغيرة؟ ما رح يجي بعرف. ولا الخانم أخذت موقف. شو؟ ميماتي؟ شو ما رح يجوا الشباب؟ إن شاء الله رح يجوا رح يجوا. يلا نحن خلينا نروح، العروس ما لازم تستنى. يلا يلا. ماما نازك رح نجيب سلوى ونجي، نخليها تبوس إيدك وبعدين منروح. شو يعني؟ رايحين تاخدوا البنت من بيتها بدوني؟ ماما نازك أنا فكرت رايحك. بدي إجي حتى لو بدي أزحف على بطني، أنا كم ابن عندي؟ ماما معقول خليكي تزحفي؟ بحملك على ظهري، المهم إنك تجي. يلا يلا. الأصوات من هاي الجهة يا عبد الحي، بسرعة. ألو سيدي، عم نهرب من طريق الغابة ومراد هلا عم بيلاحقنا. تخبوا بشي مكان وأنا جاي. سيدي ما بعرف شو نوع هالعميل اللي طلع معه ضيق نفس، الزلمة رح يموت. هذا من العفن اللي جوات صدره، ما رح يموت قبل ما أجي. عم تسمع؟ هذا أمر، خليه عايش. أنت خليه عايش. إيش دكتور أنا؟ على هديك الجهة. ماشي معلم. شو لسه ما مات؟ طالعوا لبرا ليك على هالشكل. بعد بعد. يا كلاب Thank you.
الظاهر انه قدر يخلص منه. لسه يا عبد الحي، تعال. يا سلام، طالعة حلوة كتير. شو رأيك تتصلي بليلى؟ أكيد ليلى مشغولة، وإلا كنتي رح تلاقيها هون معك. معقول اليوم في شغل؟ أنا بلشت أقلق. قديشك طالعة حلوة. كنت بصدق إني حلوة كل هالقد لو ماني شايفة صور عرسك. من سوء حظ العروس إنه تكون أم العروس حلوة كل هالقد. أنتي ملاكي الوحيد. هذا أبوكي جاب لي إياه وقال لي إذا ما حضرت العرس أنتي بتهدي إياه. عن جد ماما؟ لدرجة إنه تخانقنا لأنه هيك عم يحكي. قال لي نسرين فهميني منيح، شو مفكرة إني رح أتقاعد؟ يا أما رح أعيش يا أما رح موت، ووقتها بتعملي اللي بقلك عليه. سيدي بس ما يكون زد حاله. الواحد لازم يعترف بالحقيقة، أنت أخطر عدو بشوفه بحياتي. وأنت أول إنسان بيفلت من بين إيدي وبيضل عايش. هلأ رح تشوف حالك كتير، ما هيك؟ ها؟ رح تخبر الناس كلهم أنك قتلت كارا. رح أدخل التاريخ لأني هلأ رح أقتل أكبر عدو لشعبنا. مراد علمدار، يا أنت ملاكي المنقذ يا أما إلك صلة قرابة مع هالملاك. كارا عندي شغل، يلا بعدين بنحكي. طلع شغل؟ الملاك اللي بعرفه بيهتم بشغلة الموت والحياة، ماله شغل بالحب والغرام. ليش شو الموت بالنسبة لهميماتي؟ العرس بيوتره أكتر. يلا خلاص ماشي، تعال تعال. إيدك عبد الحي، تعال. متأنا كتير مليت، بترجاك نطلع شي محل؟ اليوم مالي نفس، مالي حابب اطلع. انت طلعي تعشي مع رفقاتك. بالفترة الأخيرة انت ما عم تهتم فيني، حاسس بهالشي؟ لا تطلع فيني هيك. ايمتى آخر يوم طلعنا فيه مشوار مع بعض؟ أو قعدت معي؟ طيب وهي قاعدين هون سوا. إذا حابة تقعدي معي قعدي هون، وإذا بدك تطلعي مشوار طلعي مع رفقاتك، بس لا توتريني.
أهلين نسرين، قصدي مدام. رح أقول لك شي بده يفاجئك، بس اليوم عرس سلوى. ما تفكر أني نسيتك، بس بسبب وضع سلوى اليوم لقدرنا نحدد العرس، وإذا بتجي كون ممنونة. بتشكرك لأنك عزمتيني، بس بتعرفي خايف جيتي لهنيك تنزع مرأكم. إذا ما أجيت مرأي اللي رح ينتزع. هذا آخر شي ممكن أعمله بحياتي، أكيد أنا رح أجي، وهيك أنا رح أكون مبسوطة. شكراً لك. مو على أساس مالك نفس وما فينا نروح على محل؟ ماني رايح على مكان، رايح على عرس. إذا ما رحت رح يكون كتير عيب. منيح لكن هيك منكون عملنا شي مع بعض. رح أطلع غير تيابي. أنا ماني رايح أتسلى، رايح أقوم بالواجب وأرجع دغري. عرس مين هاد متى؟ سلوى شاكر. هلأ فهمت ليش ما رح تاخدني. الله يعافي لك يا ابنك المريض؟ ايه ابني. استني دقيقة بس لشوف إذا عنا يا بالمخزن، ممكن تقعدي دقيقتين حتى أرجع؟ ألو حضرة الضابط. مثل الملاك ما هيك؟ ايه طالعة مثل القمر. وصلوا. اخي مراد معهم؟ لا اجا معه بابا عمر. يلا أساساً هي الذهب، هي تاج راسنا. إذا بتحطها فوق راسك رح تكون إلك يا ميماتي باش. قيمة الذهب بتبين أكتر بين إيدين الصايغ. ميماتي هو الذهب وهو الصايغ. الله يرزق الكل بهيك زواج حلو وإن شاء الله مبارك. أنا فرحت كتير بجيتك بابا. شوفتكم مبسوطين هي بتكون أكبر سعادة إلي. ماما نازك كمان بالسيارة. ليش أنا ما إلي حزام؟ مو على أساس بابا رح يجيب لك حبيبتي؟ على طول عم تضحكوا علي على طول. ما
بنتي الحلوة واللي وشها كمان حلو، والحمد لله نصيبها طلع حلو. إن شاء الله بناتك بيطلعوا بيشبهوكي، والصبيان يطلعوا يشبهوا أبوهن يلي كله رجولة. آمين ماما نازك. معلم نيماتي، أنا ما عرفت إذا ماما نازك دعت لكم ولا دعت علينا. دوب البلد مستحملة ميماتي واحد، شو بدنا نساوي بالبقية؟ عمران فكر شوي. إذا أولادي ما طلعوا بيشبهوني رح يشبهوا ضياء لاظي، أو يطلعوا لخالهم الغبي. في أحسن من هيك دعوة؟ سيدي نحن لقينا مكان المشتبه فيها. ليش عمران عم يمشي هيك على مهله؟ شو بيعرفني؟ هاي عمايل عمران. شو يا ابني؟ السيارة ضايقتني، ليش كل هالقد عم تمشي على مهلها؟ والله أنا ما دخلني يا ستنا، لمعلم ميماتي نبهني. لبينا ما يجي معلم مراد على العرس رح نضل عم نفتن هيك. مني بابا شو رأيك نروح على كل شهبة خنبار؟ نحن وين ونولي وين؟ المكان ببايكوز ويكون الطرق كلها مفتوحة، وإذا جاي عبالكم نروح، وفينا كمان نروح على السلطان أيوب، وإذا تأخر المعلم مراد أكثر من هيك فينا نروح على حضرة الأكشمس الدين. شو رأيكم؟ جاية انت عطيهم. ماشي حبيبي. لقينا المكان المتخبية فيه انجي، متخبية ببيت وحدة من موظفين القدم. نبهوا الشباب دغري، ما تخليهم يداهموا المكان قبل ما نوصل. انجي حالتها مو مستقرة، يمكن تأذي الطفل. ماشي يلا يلا. مراد علمدار، طمني كيف حبايبك؟ للعجأة نسيت خبرك، انت صرت جد. بنت ولا صبي؟ صبي. يعني رجع لي ابني فرمان. بتسلم على ميماتي بتقول له ما يواخذني لاني بدي روح دغري لعند حفيدي. ميماتي ما راح يسامحك بالمره. مراد علمدار، شو عملتوا بخصوص مدى هالشغله؟ ملخبطه شوي. خليني احضر حفيدي بالاول وبعدين ان شاء الله رح حل هالموضوع. لك صرت جد الكوز بقى.
عيب عليك، أنا محارب قديم، كيف بتفتشني؟ عفوا سيدي، تفضل. نعم أعزائي المشاهدين، الآن العريس والعروس وصلا إلى مكان العرس. أعزائي المشاهدين، حاليا نحن أمام صالة العرس. وفي هذه اللحظة السيد ميماتي والأنسة سلوى يدخلان. منيح أنه بس سلمناك شغلة الباب. هلأ انزلت من السيارة، هي أنا وراك معلم. رح وقف قدام الباب، لا تشغل بالك. في أخبار عن المعلم؟ خلص المهمة، رايح يغير ثيابه ويجي. نحن نقف على باب الحارة. منيح، ماشي بشوفه. العريس والعروس، هذا كل شيء إلى الآن. ولدينا معلومات عن مجيء ضيوف مهمين جدا، وسننتظر مجيئهم بكل شغف. بتفتشوا الكل واحد واحد. سيدي، فتشنا كل الموظفين شخصيا وبعتنا اسمائهم على المخابرات. طيب ومين يلي استفسر عن الموسيقيين؟ لا تخاف، عملنا تحريات عن كل العمال هون، مو بس الموسيقيين، الخدم والعمال، وعن كل واحد بيشتغل هون. ما بدي يصير اي غلط، صرفوا بلطف، وما بدي حدا ينتزع مرقه، والا بزعجكم. ها ماشي معلم. أهلا وسهلا شباب، ما بدي شوفكم تجاوزتوا هالحدود هاي، ما بدي أي أزعاج للضيوف، كل شي بتعملوه من هون. فتحوا عيونكم منيح. الحمد لله بلش الدواء ياخد مفعوله. بتشكرك كتير سحر، فضلك ابني رد رجع للحياة. ما رح أنسى معروفك هذا بدون مقابل. أستاذي، هذا البيت بدي تخلصوا لي ابني منه بأقرب وقت ممكن. خلوني حاكيها بالأول ورح حاول إقناعه. ما لازم نخاطر بحياة الطفل. وافقت بهالشي حضرة المدعي. شو مشكلتها هي؟ ما بدها تتركني؟ طيب شو فينا نعمل؟ لهيون لبين ما أهرب مع الولد. ما فيك تهربي، الشرطة مطوقة البيت كله. سحر، ما عندي حل تاني، رح ياخدوا ابني مني. ست إنجي، احكي للشرطة وهنن بيساعدوكي أكيد. ليكي، انتي شايفة هالمدعية اللي جاي مع الشرطة؟ هي بتكون حبيبة مراد، طالما هي معهم ما حيردوا. كل ولد انجي، منعرف انك جوا، افتحي الباب اذا بتريدي مشان ما تكبر القصة. روحوا من هون، تركوني حاجي. انجي، هذا مو ابنك، انت عم تغلطي غلطة كبيرة. بترجاكي اعطينا الولد. اخدتي كل شي مني، اخدتي زوجي، على القليلة تركي لي ابني بيحبني. بترجاكي انجي، شوفي المرة شو صار فيها. لو مانو ابنها معقولة تكون منهارة هالقد؟ انتي شو فهمك بشعور الام؟ اذا حتاخدوا ابني ما فيني اعيش. قولي للشرطة يروحوا من هون والا بدي اذبحك. انجي تاخرتي كتير، حتى اذا قتلتيني ما رح يروحوا. اذا بتقربوا علي بقتل ليلى. إنجي بترجاكي خليني أقدر ساعدك. إذا داهموا الشرطة البيت هيك بتكوني عم تعرضي حياة الولد للخطر. ليلى، أنا بترجاكي خلي مراد إليك. إذا بدك كمان بعطيكي كل ثروتي، بس بترجاكي اسمحي لي روح مع ابني. إنجي،
صدقيني أنا كمان حابة يكون في عندك ولد، بس للأسف ابنك مات وما حدا بيقدر يغير هالشي. كذابة، لساتك عم تكذبي؟ شو فكرتيني أنا؟ إنجي إنجي وقفي إنجي، شو عم تعملي؟ تعي الصوت. إنجي لا تعملي هيك، هاتي الولد. بترجاكي خلاص، قلتلك هاتي الولد. طلعي لبرا إنجي، طلعي لبرا. ماشي ماشي، قفلي الباب. إنجي قلتلك قفلي الباب. لا تقوصوني أنا طالعة. إنجي أنت عم تغلطي. ليلى أنت خرسي بقى. ست إنجي بالمطبخ رح تقتل حالها وتقتله. إنجي لا تعملي هيك. الشي الوحيد اللي بدي إياه إني أعيش مع ابني. طالما ما رح تسمحي بهالشي كلنا رح نموت هون. ابني حبيبي اتركوني. اتركوني. حبيبتي شو عملتو؟ مراد أنا كتير تعبانة. صاير شيل الولد؟ الحمد لله الحمد لله خلصنا الولد، بس أنا كتير تعبانة. أنا كتير بحاجتك يا مراد. طيب وينك أنتي؟ يلا جاي لعندك. يا فوز، حدا انتبه عليك شي؟ أخي أنت ليش عم تخليني أحمل الصحون؟ بدك تحمل، بدك تحمل صحون وتحمل سلاح كمان. في أي مشاكل؟ لا أخي ما في، لهلا كل الأمور تمام. طيب روح جيب لي كاسة شاي. حاضر. الكاسات اللي فيهم مشروب أنت المسؤول عنهم، وما راح تضيف حدا تاني غير اللي أنا بقلك عليهم. ماشي يا أخي. ولا يهمك، هي إكرامية، وبس تعمل شغلك على دوز بارة بتجي بتاخد كمان. شكرا معلم. بس يطلع أخوك عابد بتوصل الشنطة للمكان اللي بقلك عليه. ماشي معلم. ما في حدا بالبيت، الكل راحوا على العرس. ماشي، بعد شوي راح يجوا الحلاقين بتدخلوهم. ماشي معلم. حبيبتي عادي وارتاحي شوي وراجعلي. وأنا بهاي الحالة وخرب عليكم حفلة العرس. بيه؟
منيح هيك احسن لي. نقعد هون اثنيناتنا ومنسكر موبايلاتنا. بصراحة حابة اشوف ميماتي بهديك الحالة. بأي حالة؟ وهو عم يرقص؟ ولا ونحن مسكرين موبايلاتنا وعاملين حالنا انه رايحين على العرس؟ اثنيناتهم. بدك تختاري وحدة من التنتين. انت روح وانا بضل هون. انا وميماتي بدنا نرقص مع بعض. ما بدك تشوفي هالشي؟ اكيد رح يصوروكم بالكاميرا. شوفكم. ايه انا حتى بعرسي ما رح ارقص. معقول ما تروحي؟ لا يا، اذا بتجي رح ارقص بالعرس ورح ارقص بعرسنا كمان. مراد كيف فيني روح هيك؟ انت بتضلي حلوه كيف ما كنتي. ما اطيب هالجرح. هاي الكوافير رح خليه يعمل لك شعرك وانا رح احلي داني ومنروح. ماشي يلا. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. اهلا ست نسري. ما شاء الله صايره اميره. في شي ناقصكن على الطاوله؟ شكرا لك كلك ذوق. عقبال فرحة ابنك ونشوفه عريس. آمين إن شاء الله. ما في شي صبية حلوة تخطبيها من رفقات سلوى؟ نصيب منشوف إن شاء الله بالتوفيق. يلا بشوفكم. ليش ما في ولاد صغار؟ يعني كيف بدي أتسلى أنا؟ ليكي بنتي هدول جواتهم في أطفال. أنت لا تشوفيهم هيك كبار. مع مين ما بدك قومي ولعبي. لو كنت بعرف هيك كنت عزمت رفقاتي. بس يا ريت بسرعة شوي، ما عندنا وقت كتير. ليش قاعدين هون؟ عم نستنى المعلم مراد. ايه بس الناس عم يستنوكم، ما بيصير، عيب هيك. إذا ما بيمشي الحال أنت روحي وبس يجي المعلم بلحقك. ميماتي هي مو حفلة طهور، هاد عرس. ماشي ماشي، ما حكينا شيء.
ايه معلم. انت شو عم تعمل هو؟ امشي شوف شغلك. يلا يلا. اهلا وسهلا. اهلا فيك. شو الاخبار عندك؟ طمني صاحبنا شو وضعه؟ ما طلع من الغرفة ناطر معلمه، وانا ما طلعت لعنده، كنت عم استنى هون. انت ما شفتني بنوم، ما فيني اتحمل حكيه هلا. وقف عبد الحي. الانسان بينكتب حظه هو عم يولد. شو ليش تاخرتوا؟ هاي ليكني اجيت. منيح. بس وينه المعلم؟ المعلم جاي على الطريق. اخي هاي ليكك اجيت، ليش ما اجى المعلم؟ شو يعني روح؟ لا تبلش تحكي حكي فاضي. اذا ما راح يجي المعلم راح انفجر بشي واحد، يعني انت. شو جابوا هاد؟ علي ركود ونادي لعبد الحي ليك واقف على الدرج. ماشي. معلم يا ريت ترد علي. معلم ممكن شوي؟ شو في؟ الو معلم. عابد بتقول له لابي ماتي اذا بتتصلوا مره ثانيه انا ما عاد اجي. معلم مو مشان هيك، ايش السيد المحترم؟ انت يلي عزمته؟ وليش لحد لازمه؟ طيب شو نعمل؟ شو بدك تعمل يعني؟ بتدخله عادي. ماشي معلم. قال لي المعلم مراد خلي عبد الحي يهتم بالسيد المحترم. مين اللي عزمه هاد؟ اهلا وسهلا. اهلين فيك. عقبال فرحتكم كلياتكم. اي واحد بتجوز فيكم رح اجي. فرحة احبابك، تفضل. حضرتك فيك تتفضل لجوا مع السيد. شكرا لك. وخلي الشباب يبقوا معي هون. جوا المكان مأمنين وجماعتنا. طيب شباب انتوا خليكم بالسيارة. أكيد بيكونوا عاملين مو هيك؟ أنا متأكدة إنهم عاملين. شو أخي؟ كنا بدنا نعمل عرس بين بعضنا، مين يلي عزمه هاد؟ مرحبا. أهلين وسهلا. أنا راجع بعد شوي. ماتي مشان الله أنت لوين رايح؟ العرس يلي ما في حظ للعريس أكيد رح يتبهدل فيه، راجع لك. ميماتي مثل ابني وسلوى كمان مثل بنتي، وجدة لسلوى كان من أعز أصدقائي. إذا أنا ما رح أحضر هذا العرس، عرس مين بدي أحضر؟ يا أهلا وسهلا فيك. شي حلو، كاسر فرحة. معلم انت شو عم تعمل هون؟ مين يلي عزم السيد المحترم؟ المعلم مراد قال ما رح يجي، خلي السيد المحترم يجي بداله. يعملها بعرف، اكيد بيعملها. مشان يخليني جن اليوم بيطالع اسكندر من القبر وبيبعث لي قرصاي. المعلم ما قدر يطالع اسكندر من القبر، بس بعت لنا متى. لا تمزح معي هيك مزحة تقيل تنزع لي مرائي. طلع مو مزح. لك شو جابوا لهاد؟ رجعوا لورا، لورا لو سمحتوا، لورا إذا بتريدوا. بعد هيك شوي، رجعوا لورا. أهلا وسهلا سيدي. لورا لو سمحتوا. قديشني مبسوط بشوفتك. أهلين فيك ميماتي. لورا لو سمحتوا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. تعرف سيد متى عاملين عرس صغير بس للعيلة تبعنا، ما فيك تسميه عرس. طيب يا أخي. أساساً نحن متزوجين. ممنوع أكثر من هيك، ممنوع. سيد متى من كبارية عيلتنا.
إذا في أي إزعاج أنا برجع. لورا أنا بالأخير باركت له لمي ماتي. إيه بس ما باركت له لسلوى. تفضل. إذا بتريد ما مندخل حدا مع السلاح. طوفان استناني بالسيارة. أهلا وسهلا. أهلا فيك ابني، عبال فرحتك. لسه بكير على هالشي. عبد الحي عنا مكان فاضي؟ بتحب تقعد عند السيد المحترم؟ ايه طبعا. ايه تفضل. اهلا وسهلا. مين؟ اهلا وسهلا متى. اهلا وسهلا فيك، احترامي لحضرتك. تفضل. من شوي كنت عقول صبري العصفورة هي يلي بتبدي العش. شفت عروستنا قديش حلوة؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه تفضلوا. يا نسرين شاكر ونيهات شاكر، قديش خبصتوا بهالعرس، راح تفشلون. زازا العرس خلاص ولسه ما اجيت؟ ماتي انا ما بحب الاعراس، انا بحب الجنازات. تعال تعال، هون في كتير ناس لازمهم جنازه فوق ما بتتخيل. هيك رايك؟ بس انا خايف اشرب واسكر واوس ابن حماك اخو مرتك. زازا بعد ما اطلع من هون مين ما بدك اوس ولو؟ اذا هيك رح اجي. ليك قالوا لي انه ذو الفقار جايب شوال دولارات معه، اذا بتجي على العرس وايدك فاضيه ما بدخلك من على الباب وبقلعك. هي عم نبهك. نجدت ساعدني، ماتي حكى بس ما سمعت. تعال تعال ترجمني. بعرف انك سمعت منيح. شو شباب، حدا وصلكن عشاي وقهوة؟ إن شاء الله مرتاحين. مرتاحين معلم. متضايقين من شي؟ لا معلم. منيح. شوف هلا يا عبد الحي شو رح يجي وسخ. اساسا المكان كله صار وسخ. كنت عم اقول لحالي ميماتي رح ينفجر من التعصيب. شو اللي عم بيضحكك؟ اليوم ما حدا بيقدر ينزع لي مرائي يا حبيبة الروح. شكرا. كيف صحتك؟ كيف صحة الولد؟ نحن كتير منيح. خفت كتير على حياتك وكنت قلقانة كتير. هاي خلص كل شي، ما في داعي للخوف. بتحب تحمل حفيدك بحضنك؟ ايه طبعا، بس عم يبكي كتير. هاتي لشوف.
طالع بيشبه أبوه. بعتوني اشتغل عنده مشان اقدر اوصل لمكانك، بس انا حبيته كتير لفرمان وما قدرت نفذ اوامرهم، خفت منهم وتخبينا، بس لاقونا بالاخير. اذا كنتي بتحبي فرمان عن جد كان لازم تخبريه بكل شيء. انا خبرته، فرمان حبني رغم كل هذا الشيء. انا ترجيته وقلت له نحن لازم ننفصل، قال لي خلاص انا رح حل كل شيء، وقال لي ابي اكيد رح يساعدنا. طيب وبعدين انت ليش رجعتي لعندهم؟ مشان روح اخذ بتار فرمان منهم، للاسف ما قدرت. بنتي لا تشغلي بالك، نحن اخذنا بتار فرمان. بس من بعد اذنك خلي اسمه فرمان وخليه يعيش باسم ابوه. فكرة كتير حلوة، موافق، خلي اسمه فرمان. حبيبي فرمان، تفضل عريس. يسلموا. هلا بصبر لك كمان. ليه ماتي مو بهالطريقة هي بينشرب بالبيت؟ ما أكلت شي من الصبح، عم ينزل السكر عندي. ليك ميماتي عم يتقل بالشرب، وقبل ما يجي المعلم بيكون سكران. أخي تعال نعمل للمعلم ميماتي شي حركة ونشوف إذا رح يضلوا متوتر هيك. مثل شو يعني؟ لمين عم يعزفوا هدول عمران؟ شوف هداك الندل التافه نهاد ما بتخليه يطلع ويرقص قدامي، وإلا بحاسبك إلك عمران. لا معلم مو هو. سلوى الظاهر اني بلشت دوخ شوي. هدول اللي عم بيدبكوا عبد الحي وعبد محمود. ابني بسرعه جيب لي مصاري. معلم الناس هن اللي راح يجيبوا المصاري مو انت اللي راح تجيبهم. بسرعه يلا شباب يلا. Thank you.
خدوا يا حلوين، خدوا لشوف، خدوا أهلين. لك أخي، ليش ما بعرف لكم بتعرفوا تدبكوا حلو هيك كتير؟ ليش صار عنا عرس وما دبكنا؟ الله حيو عبد الحي، حلال عليكم كلكم. وعد يا رب وقت رح نعمل عرس مطنطن مشانك، وأنا كمان رح أدبك هيك يا عين. روح زينب، جيب لي هالشنطة. لك الله وحيي الشباب. يلا صفوت ما تمشوا، بس لازم نفتش الغراض يا أستاذ. ايه بس استعجلوا شوي. مشكلة بعرس اختك؟ مماتي مبروك مبروك. زازا اجيت وما جبت غير شوالين مصاري وبس. ثيك خالي، انا ما بحب ارميهم بالهواء. فدالة مماتي، والا كنت عبيت الشحنة كلها مصاري. الفقار جايب اكثر منك يكون بعلمك. مصرياتي ومصرياته نفس الشيء. خذ، ما في غير رب العالمين بيعرف قديش عم اتعب لجيب المصاري. الف الف مبروك. يلا 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 Deniz üstü köpürür, ayarım rinanay rinanay nay. Kayığa da binsem götürür ah yarim ah. Benim de buraya gelişim ah yârim rinanay rinanay nay. Bir güzelden ötürü ah yârim ah. معلم اهلا وسهلا. عبد سمعنا اخباركم. اكيد انتو سمعتوا غلط. كتير حليانة، ألف مبروك. شكراً حبيبتي.
شوفي ليلى، ما بصير تقعدي وإلا ما برقص بعرسك هون؟ برأيك رح يصير عندي عرس؟ يلا بشوفك. بابا سلوى، شكراً. أهلين بنتي. شكراً كتير. أهلين يا عضو. ماما نازل. أهلين يا بنتي. أهلين مراد زعزة، شو له شغل هون؟ زرع بداني حكمات، هون في عرس، لا تنزعج. لا إله إلا الله. لا 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 مو معقول. شو طلع حلوة؟ فيك تقلي ليش هلا قد أنا؟ مشان تبوسيني على راحتي. لا ما رح بوسك، أنا استنيتك كتير وما أجيت. أي معناتها أنا بوسك؟ لا تعمل هيك عم تكركرني. حاجة بابا؟ العريس من هلا سكين. شو عم تعمل؟ لك ما وعدتني ما تقوص. إذا اليوم ما قوصت إمتى رح قوص يا حكمات؟ اتركه، خليه معي شوي، رح طالع المخزن. معلش خليه يهدي معك. يلا امشي معي. خليني كمل. خلاص بقى يا حسن، شوف كيف كركبت العالم. يلا حسن يلا، انت عن جد جنيت. معلم نباتي، شوفي شو جابك لهون يا مجنون؟ مو شايفني عم معلم؟ ما بيصير العرس بدوني، أنا جاي بارك للعروس وروح، هلأ بيقلعوا علي بالمشفى. ألف مبروك يا عروس. شو حسني أنت هربان؟ أخذ إذن منهم، إن شاء الله ألف مبروك. قبل ما يوجع لي راسي خليني أهرب من هون وأمشي. والله ذكري ذكرت يا ثباب، تسكوني منيح. معلم لا تاكل هم الست إنجي، عم بهتم فيها شخصيا، واخيرا بتمنى لكم السعاده. فرصه سعيده. خدي هدول ابني؟ لا ما أخذنا. وين راح الزلمة اللي كان هون؟ راح من شوي وقال إنك نايمة. خطفوا لي ابني. وقفي شوي. خطفوا لي ابني. اهدي اهدي مدام، تعالوا ساعدوني بسرعة.
مجدون. صوفي صح صح. شو ما رح تعزمني على الرقص؟ هلأ هون؟ ايه هون؟ إجلال مو وقتها. هيك لكان مرة تانية. انت تعبتي شي؟ لا لسه. قليلي اذا تعبتي فينا نقوم. وليش لحتى اتعب من القعده يا رجال؟ خلينا نروح حتى الشباب ياخذوا راحتهم. ما تواخذني يا رجال، اذا بدك تروح روح، اولادي كلهم بيوصلوني، انا بدي انبسط وافرح الليله مع اولادي. عم تفكر بمستقبلها؟ أول مرة بفكر بآخرتي. عم تفكر بعرسها؟ ولا إذا رح تشوف عرسها؟ ما بعرف شو الأسوء بيناتهم. لك تضرب معناك قد الشرب. خلاص فلتك ها؟ بابا ما رح تقوم ترقص معي؟ طبعا رح ارقص معك. طالع لبرا شوي وراجع. اي ماشي. شو هالرقص الحلو هاد؟ كيفك ماما نازك؟ مبسوطة؟ فرحتك مع مراد إن شاء الله يا بنتي رح كون مبسوطة أكتر إن شاء الله. برافو عليكي. ألف مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك. ألف مبروك حبيبتي، ألف مبروك. شكراً كثير. سيد متى تأخر وقت ونحن صار لازم نقوم. يلا نروح. مبروك يا ابني، مبروك يا بنتي. يمكن فيك منيح. قوم خلينا نروح يا حبيبي. خاطركم. مع السلامة. يعطيكم العافية. الله معكم. ألف مبروك بنتي. شكرا لك. ماما؟ إيه. وين راح نهاد؟ أخوك تضايق شوي بنتي. وانتي بتعرفي انه بيحبك كتير. هو تأثر شوي وفات لجوا مشان ما حدا يشوفه. كنت شباب هدي اول الكاثر فاضي كاثر كاثر هاي. مبروك ماماتي. شكرا زازا. مبروك عروستنا. شكرا. الله يسعدكم. شكرا يا اغا. الله يبارك فيكم. مبروك يا اختي. شكرا. على مدار. ايه والله. يلا يلا امسكوني امسكوني منيح يا كبير. يلا اعمل لك دوره. يلا برافو.
تعي يا عمري تعي. بابا شو اللي صار ميماتي؟ شكلك قلعت الناس. شفت الجماعة ما حدا حابب يرقص، شو أعمل يعني؟ رقص شو ميماتي؟ معلم أنا ما بفهم هالحكي، أنت وعدتني وخلاص. بتقول له يعزف غنية هرمان. أها يلا لشوف يا شباب. شو بدي ساوي؟ الله معكم. زيف غنية هرمان ضالي. ميماتي 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 حبيبي سلوى أماني مراتك. ميماتي ميماتي معلم اوعى تموت ميماتي معلم